بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب الأعزاء، أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. المحاضرة بتاعت النهاردة بتدور حوالين كلمة من آيات الله العظيم، وهي الأمشاج. الأمشاج باللغة الإنجليزية واللاتينية جيميتوجينيسيس. Student Medical Education's Lecture Human Anatomy Module and Introduction to the Normal Human Body Title Gametogenesis الأمشاج كما ذكرت في كتاب الله عز وجل. Gametogenesis: the process of production of gametes, egg and sperm, is called gametogenesis. Gametogenesis is dividing into two partitions, spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis in the male genital system, particularly in the testes. The process of production of mature sperm, زي ما احنا شايفين في الصورة, in the testes of male genital system is called spermatogenesis. Also, oogenesis, it is the process of production of mature ovum. This is the mature ovum. Production and development of the mature ovum, mature oocyte, mature egg in the female ovary, in the cortex of the female ovary, is called the oogenesis. Oogenesis definition: it is the process of production, development, and maturation of the ovum, a site in the ovarian cortex. زي ما احنا شايفين كده الصورة قدام مني بتوضح لي الفيميل جينيتال سيستم، فاجينا، this is the uterus, uterine tube, this is the ovary, this is the uterine tube, this is the ovary. الأوفري بتتم في عملية الأوجينيسيس، المكان بتاعها في الأوفري. فلو خدناها باستقلال لوحدي كده بنشوفه ده الأوفري، زي ما احنا شايفين الجزء ده المضلة of the ovary، وده الكورتكس القشرة بتاعته. عملية الأوجينيسيس دي بتتم في الكورتكس of the ovary in the female genital system. A stage of oogenesis arranging according to the female age، على حسب العمر بتاعها. أول مرحلة فيها prenatal phase، والبرينيتال فيز دي ان ذا اوغونيا 46 كروموسومز ان ذا اوفريان كورتكس ديفايدد باي مايتوزيس اند انكريزد ان نمبر تو ريش اباوت هاف مليون ان اتش اوفري ات بيرس. يبقى اذا في المرحله الاولانيه برينيتال فيز دي قبل الولاده، زي ما احنا شايفين الصوره بتوضح لي قبل الولاده في ميل، خدنا الاوفري بتاع الفيميل دي وبصينا عليه بالميكروسكوب لقينا فيه اوغونيا 46 كروموسومز، ادي الاوفري خدناه وبصينا عليه تحت الميكروسكوب بان لي ان هو مليان اوغونيا، عددها يصل الى نص مليون اوغونيا. سبحان الله العظيم، موجود حوالي نص مليون اوغونيا في كل اوفري قبل الولاده او عند الولاده بتاعت الفيميل بيبي في اوغونيا، والاوغونيا دي خليه بتحتوي على 46 كروموسومز، بل كمان في بعض من الاوغونيا، بعض منها صم الاوغونيا انلارجد اند بيكمز برايمري سبرماتوسايت ات بيرس. ات بيرس يبقى الكلام ده موجود ات بيرس، دي المرحله الاولانيه. طيب المرحله الثانيه postnatal. postnatal in the childhood، في مرحلة الطفولة. childhood اللي هي مرحلة الطفولة. خدنا الأوفري بتاع الطفلة وبصينا عليه. هنشوف فيه تحت الميكروسكوب هنلقى فيه إيه. وإيه اللي بيحصل فيه؟ mitotic division of oogonia continued. بيحصل mitotic division. ولكن الكونتينويشنز دون لما بصينا عليه لقينا إن كمية الأوغونيا الموجودة قلت. في الشايلد هود ستيج هنا كان كتير، هنا قلت عمليه الديكريز ان نمبر دي، لان في كتير منها ذا ماجوريتي اوف اوغونيا بيكمز اتريتيك، بيحصل لها ديجنريشن وتموت. يبقى دي في مرحله الشايلد هود. ات ذا بيوبرتي، ثالث مرحله من مراحل الاوجينيسيس. المرحله دي مطلوب مني اعرف فيها ايه؟ اعرف فيها ذا برايمري اوسايتس اللي فيها 46 كروموسومز مالها ديفايدد فيرست مايوتيك ديفيجن، بتنقسم بالميوزيس
to give the will develop the cell secondary oocyte. تديني secondary oocyte. والsecondary oocyte فيها 23 كروموسومز. And the round cell أو rudimentary cell, round rudimentary cells بنسميها first polar body وفيها 23 كروموسومز بيحصل لها degeneration فيما بعد. The secondary oocyte passes in the uterine tube, تمشي في uterine tube to complete maturation during fertilization. يبقى secondary oocyte اللي في 23 كروموسومز بتمشي في الفالوبيان تيوب عشان تكمل الماتوريشن during fertilization. During fertilization the secondary oocyte 23 كروموسوم divided by second mitotic division second mitotic division into large cells mature ovum 23 كروموسومز and the small round cell second polar body 23 كروموسومز. ده اللي بيحصل. تعالوا نشوف الصورة اهي. ادي هنا الفيميل at the puberty وادي الاوفر بتاعها مليان حيوية هو ومليان فوليكلز. ادي البرايمري فوليكلز اللي احنا شايفينها وفيها الاوغونيا. ادي البرايمري فوليكلز وادي السكندري فوليكلز بيحصلها جروس اكتر وبعد كده في بعد السكندري فوليكلز في تيرشري فوليكلز وبعد كده في جرايفيان فوليكلز. عند الجرايفيان فوليكلز بيحصل اوفيوليشن تبويض وتطلع لي هنا من هنا اللي هي الماتيور اوسايت تطلع لي بره وتمشي في الفالوبيان تيوب عشان توصل مكان الفيرتلايزيشن تتحول بتكون عباره عن السكندري اوسايت. تعالوا نبص على الرسمه دي ونشوف. ادي اول حاجه اللي احنا شايفينه بريمريديم جيرم سيلز اللي هي الاوغونيا فيها 44 كروموسومز زائد 2 اكس اكس يعني 46 كروموسومز. الاوغونيا اهي قدام مني زي ما احنا شايفين 44 كروموسوم زائد اكس زائد دبل اكس يعني 46 كروموسوم. البرايمري اوسايتس ودي نقول البرايمري اوسايتس بتكبر للاوغونيا بيحصلها ويل ديفلوبد وبعد كده تتحول للبرايمري اوسايت. برايمري اوسايتس برضك فيها 46 كروموسوم. بالفيرست مايوتيك ديفيجن البرايمري اوسايتس بتدينا خليتين ويل ديفلوبد سيلز زي ما احنا شايفين 23 كروموسوم بنسميها سكندري اوسايت زي ما انا بشاور كده. الاذر سيل ريديمنتري سيل راوند ريديمنتري سيل صغيره خالص بنسميها الفيرست بولار بودي وده بينقسم او بيحصل له ديجنريشن. بعد كده السكندري اوسايت بتمشي في الفالوبيان تيوب لعند مكان الفيرتلايزيشن في الامبولا او فالوبيان تيوب بتنعمل لي عن طريق تنقسم بالميتوتيك ديفيجن تديني سكندري مايوتيك ديفيجن تديني واحده ويل ديفلوبد سيلز اللي احنا شايفينها دي ماتيور اوفم ات ذا فيرتلايزيشن وتديني السكند بولار بودي في 23 كروموسومز وده برضك بيحصل له ديجنريشن فيما بعد. يبقى دي المرحله الثالثه من الايه من الاوجينيسيس. المرحله الرابعه من الاوجينيسيس افتر منوبوز بعد مرحله عند سن الياس المنوبوز الاوسايت ان ذا اوفريز بيكمز اتريتيك اند ديجنريت زي ما احنا شايفين. ادي الفيميل جينيتال سيستم في اثناء المنوبوز بيحصل له ريديمنتري وبيحصل له شرانكت وادي الاوفر زي ما احنا شايفين كده بيحصل له ريديمنتري وشرانكت ومفيش فيه اي اوسايت خالص. يبقى ديا في الاخر مرحله اللي هي افتر منوبوز. Result of oogenesis, the diploid number of chromosomes in the oogonia reduced to haploid number in the mature ovum, 23 كروموسوم. The oocyte transport, بعد كده الoocyte بيحصلها transport. The ovulated oocyte carried by the peritoneal fluid and the movement of the fimbria of uterine tubes to the uterine ampulla, the tubal ampulla. اللي هو site of fertilization. The oocyte reached to the uterine cavity in approximate 3-4 days. يبقى دي الـ result of oogenesis. الـ fate of oocyte. If no fertilization occurs, the oocyte degenerated and pushed to the uterine cavity. If fertilization occurs, the second dipolar body is arised and the zygote started. Clinical significant. بندرس الموضوع ده ليه clinical significant. ايوه موجود في الان فيترو fertilizations. امتى اروح اخد الاوسايت
الاوسايت دي اطفال الانابيب دي بنعمل او التلقيح المجهري بنعمل في ايه؟ بناخد سبيرم ونحقنه في اوسايت في اوفم ماتيور اوفم. طب نجيب الماتيور اوفم دي منين؟ بنجيبها من الجرايفيان فوليكلز، بنخش بالاشعه التلفزيونيه ترانس فاجينال بروب ومعاه ابره معينه بنوجهها جايدنج باي الترا ساوند لمين؟ للاوفري، ونعمل بنتريشن نشوف الفوليكلز الموجوده. اخد اكبر فوليكلز اللي هي الجرايفيان فوليكلز لان فيها كيومرس اوفيريس وفيها ماتيور اوسايت، يبقى هنا الماتيور اوسايت، ادخل السرنجه هنا واسحب الماتيور اوسايت من من الجرايفيان فوليكلز قبل عمليه الاوفيوليشن مباشره. اخدها الاوسايت اللي هي موجوده دي اخدها واعمل فيها الحقن، عمليه الحقن المجهري للسبيرم. يبقى مطلوب مني اخد اكبر واحده، ما اروحش اخد اللي هي البرايمري فوليكلز الصغيره. طب اكبر واحده ازاي؟ دي يعني بيكبر الديامتر بتاعها 2 سنتيمتر، دي صغيره خالص 2 3 مللي، ما اروحش على واحده صغيره نص سنتي ربع سنتي واعملها ساكشن واخدها عشان احقن فيها السبيرم. ده دي اماتيور، ده لسه في مرحله البرايمري اوسايت، ما وصلتش للسكندري اوسايت. لكن دي السكندري اوسايت في الحاله دي باخدها واحقن فيها السبيرم عشان تتم لي عمليه الانفيترو فيرتلايزيشن ويحصل بريجننسي بالطريقه اللي احنا عارفينها. سؤال ام اس كيو كويشنز، the oogens include the following except، وحطينا خمسة option قدام منا. رقم دي the oogonia divided by meiosis to give the primary oocyte، الاوغونيا بتنقسم بالميوزس؟ لا، ده بتنقسم بالميتوزس. يبقى الإجابة المطلوبة هي رقم دي. Thank you.